السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا، 1200 مليون من سكان الكرة الأرضية مرضى بديدان الأسكارس، يعني تقريبا 1 من كل 4. في بلدنا 60% من المواطنين عندهم ديدان أسكارس، وفي الأرياف 100% من الفلاحين. في بطن كل فلاح ما بين 50 و100 دودة أسكارس، والأعراض اللي بيشتكي بيها ضعف عام ومغص. دودة الأنكلوستوما أسوأ من الأسكارس لأنها بتعمل فأر دم شديد. دودة البلهارسيا مصيبة أكبر، حوالي 200 مليون وفاة سنويا بسبب البلهارسيا في العالم، ومضاعفات البلهارسيا الفظيعة اللي هي السرطانات في المثانة وتليف الكبد ودوال المريء والنزيف والأنيميا الفظيعة. دودة الفيلاريا اللي بتعمل مرض الفيل، الدودة الشريطية، دودة الخنزير، دودة الأونكوسيركا، دي موجودة في غرب أفريقيا، 30% من سكان المناطق الموبوءة في غرب أفريقيا عندهم عمى عميان بسبب هذه الدودة، لأن الدودة دي من ضمن الأماكن اللي بتخش فيها تخش في العين فبتسبب العمى. طابور من العميان الغلابة تلاقيهم ماسكين في بعض وماشيين. والغريبة إن الذبابة اللي بتنقل هذه الدودة اللي هي دودة الأونكوسيركا، ذبابة اسمها سيموليوم دامنوزوم، الذبابة دي موجودة في اسكتلندا وموجودة في انجلترا في مقاطعة ويلز، لكن الغريبة إنها في انجلترا ما تلدغش الإنجليز، بتلدغ المواشي بس، لكن في أفريقيا بتبهدل الأفارقة. ظاهر إنها دودة استعمارية ويعني أخلاقها عنصرية جدا. في غير كده التريبانوسوم اللي هو طفيل مرض النوم، وفي طفيل الملاريا، واللي بيسبب الملاريا، وده 200 مليون مريض في العالم بالملاريا، منهم 1 مليون وفاة سنويا. دي بقى بعض قائمة الأمراض والنكبات اللي في أفريقيا، وكلها أمراض طفيلية، وبيسموها قائمة الأمراض المهملة. ليه؟ لأن الشركات ما بتكلفش روح أنها تعمل أدوية عشان الأمراض دي، لأنها مش هتكسب ومش هتعرف تبيع، لأن المرضى بهذه الأمراض هم أفقر ناس، ما عندهمش فلوس يشتروا حاجة، وبالتالي ما هتبيع لمين؟ وحتى لو اشترى بياخد الدواء وبعدين يرجع يعيش في نفس الظروف فيمرض تاني. إن المشكلة في هذه الأمراض مشكلة كبيرة خالص. والغريبة إن بالرغم من فظاعة هذه الأمراض، لكن الوقاية منها سهل جدا، بمجرد النظافة، كم نقطة بساط أوي. النظافة، غسيل الخضروات، مقاومة الحشرات، عدم النزول في الترع، عدم التبول في الماء الجاري، دورات مياه في كل بيت، حنفية مياه في كل شقة، اللي هي ألف به النظافة وألف به التمدن وألف به الحضارة. فالمسألة يعني سهلة جدا، مجرد 3 4 نقط دول يدوا وقاية من هذه الأمراض الفظيعة. لكن اللي احنا قلناه اللي هي ألف به التمدن اللي حكينا عنهم، 3 4 نقط، مسألة برضو مرتبطة بالفقر والغنى وبالوعي. فهي أمراض تخلف في النهاية، أمراض فقر، لأن احنا لما بنيجي بنلاحظ ان هي أكثر ما تكون في أفريقيا الاستوائية. كل ما نطلع للشمال للبلاد الأغنى، نطلع لمنطقة البحر الأبيض المتوسط نص ونص 50%، نطلع بعد كده لأوروبا نادرة، الشمال الأوروبي فل،
السويد والنرويج كريستن بالنور، ما فيش دودة ممكن تهوب على الناس اللي هناك دول. ها المرضى بهذه الأمراض الطفيلية لأنهم أفقر وأقذر خلق الله، ما فيش شركات بتغامر عشان تعمل لهم أدوية أو فاكسينات أو طعوم أو أي حاجة، لأن ما معهمش فلوس يشتروا. وبعدين الحكاية بتوصل لأن إيه، المواشي حظها أحسن من البني آدمين. ليه؟ لأن أصحاب شركات اللحوم وأصحاب الملايين من ملاك مزارع العجول بيدفعوا للشركات علشان يحافظوا على العجول وعلى المواشي بتاعتهم. فتبص تلاقي الشركات بتعمل مثلا الطعم بتاع الدودة الرئوية للبقر بكميات رهيبة بتكلفة ملايين وتكسب مليارات، لأن أصحاب شركات اللحوم بتدفع، عندهم بضاعة خايفين عليه. إنما يبدو أن الإنسان الأفريقي الغلبان الفقير ما فيش حد سائل فيه، هو نفسه مش لاقي فلوس وما يملكش أنه يشتري أي حاجة، في نفس الوقت هو بضاعة غير مرغوب فيها بالنسبة للشركات دي كلها اللي يجراله ويجراله. ونيجي لعنصر تاني وهو التخلف السياسي. الدول الأفريقية واللي حاصل فيها إزاي إن هي دول فقيرة ومفلسة ومدينة، وكل يوم يحصل فيها انقلاب. نسمع إن مش عارف المارشال بوكوتوكو وقع مش عارف بوبونجا، وبوبونجا ده لكشالونجا، إيه ده إيه ده؟ والجيوش الأفريقية عمالة تحارب بعضها في الغابات وتقتل بعضها، حروب طائفية حروب قبلية، ودولارات نزيف من الدولارات، والفقر راكب على كتافهم، والاستعمار فوق الفقر، والدول بياكلهم كلهم. يعني حاجة غريبة جدا. وربنا عادل ورحيم جدا، وعشان كده بيرمي عليهم جيوش من الطفيليات والحشرات والديدان عشان يفوقوا فوقهم. اصحوا يا هو، افتحوا الشبابيك، الدنيا اتغيرت، الدنيا اتقدمت، نظفوا تعلموا رحمة برضه. لكن هي مأساة، ونشوف هذه المأساة والفيلم العجيب عن عائلة الديدان. اللي احنا شايفينه دلوقتي هو الأمعاء من جوه، شوفوا بقى فيها الديدان، اهي دي ديدان الأسكارس في بطن الفلاح، ما بين 50 دودة ل100 دودة في بطن الفلاح الواحد، بتشاركوا الأكل بتاعه، تاخد نص أكله وما تدلوش أي حاجة مجانا كده. بتبيض ملايين، والبيض بينزل مع البراز ويلوث كل حاجة، وممكن ينتقل من إنسان لآخر. ألف ومئتين مليون من سكان الكرة الأرضية فبطنهم هذه الديدان، يعني واحد من كل 4. والسبب ببساطة أنه مش بيغسل الخص ولا الجرجير ولا الفجل اللي بيأكله، مسألة مجرد لو غسل الخضروات غسيل جيد مش هيحصل. دي دودة أشنع منها، دي دودة الإنكلوست، ما شايفين فيه لها قواطع كده عند بقها، دودة فظيعة دي. ودي أشنع، دي هي دودة العمى النهري، هذه الدودة بتبقى بتوصل للعين وتسبب العمى، سموه العمى النهري. دودي ديدان الفيلاريا 300 مليون مريض، وده بيسبب المرض الفيل. البلهارسيا 200 مليون مريض ومليون وفاة سنويا. الملاريا 200 مليون مريض ومليون وفاة سنويا. الطفيليات من أصغر الخلايا لأكبر الديدان، تعتمد على أنها تشارك الإنسان أكله أو دمه أو غذائه وتتطفل عليه.
ديدان الأسكاريس بتوصل إلى عدة أقدام في الطول، ودي الدودة الشريطية، نوعين، دودة البقر ودودة الخنزير. وديا ديدان الأنكلوستوما بتلبد في الأمعاء عن طريق خطاطيف بيسموها الدودة الخطافية، وتمزق الأمعاء وينزل الدم فتشرب من الدم، هي بتعيش على الدم، واللي بتعمل فقر دم فظيع دي الأنكلوستوما. الأفارقة الغلابة في غرب أفريقيا بيتجيلهم نوع من الدودة اسمها دودة جيني ويرم أو دودة المدينة. الدودة دي طولها عدة أقدام وما فيش حل لها إلا إنها تتشد هي بحالها، يشدوها كده يلفوها على عب كبريت، بينزلوا في المية والمية بتبقى وسط انتشار للميكروبات، البيض يطلع منه ورقات، وبالطريقة دي بتنتشر الأمراض الطفيلية دي. دي بيضة فيها يرقة بتتكون. مأساة عجيبة ومرتبطة بالفقر وعدم الوعي والقذارة، وحلها بسيط جدا، مجرد النظافة. دي اللي شايفينها ده طفيل التريبانوسوم بتاع مرض النوم، ده اللي بيعمل مرض النوم. وده هذا طفيل بتنقله ذبابة اسمها ذبابة سي تسي. الذبابة دي بتمص الدم، وذبابة شرهة جدا، في اللدغة الواحدة تشرب وزنها من الدم، مقدار وزنها من الدم. شوفوا الذبابة الفظيعة دي، تسي تسي، برضو من أمراض غرب أفريقيا. الفيلاريا اللي بتعمل مرض النوم، ودي بتنقلها بعوضة اسمها الكوليكس. الفيلاريا دي بتعمل مرض الفيل، اللي هي الرجلين بتبقى زي رجل الفيل أو رجل الست، شوف زي رجل الفيل، لأنها الدودة دي بتسد المجاري الليمفية. مرض فظيع، 300 مليون في العالم مرضى بهذا المرض الفظيع وملوش علاج. دي دودة الأونكوسيركا، شايفينها جوه العين، الدودة جوه العين تعمل عمى وبتسبب هذا الطابور من العميان، مساكين ماشيين في حبل لله يا محسن. وأشكال فظيعة، إيه البؤس ده؟ إيه حجم البؤس الفظيع ده؟ شيء مش ممكن، يعني حاجة تكسر القلب فعلا، طابور من العميان. دي دودة الفيلاريا، دي بقى دودة الأونكوسيركا. ازاي ان في ذبابة اسمها سيموليام دونوزم هي اللي بتنقل. شوفوا اللي شايفين الذبابة جواها، دول الذبابة دي بتلدغ وتنقل المرض. أول ما يظهر المرض على شكل كلاكيع كده تحت الجلد، لأن الدودة نفسها بتنتشر تحت الجلد وتخلف. شوفوا بتخلف قد إيه، كل ده تحت الجلد، بتخلف كل الولدة الملايين دول. لما الملايين دول من الولدة يبتدوا يموتوا بعد سنتين، يبتدي المريض يهرش هرش فظيع في كل جسمه بقى، ويهرش في عينيه وعينيه يتعمي بقى. شوف بيهرش عينه إزاي، الدودة جوه عينه، ماتت جوه عينه وعملت الالرجي الفظيع ده، فيبتدي يهرش ويتعمي. الذبابه اللي هي سيموليام دمنوزم، البيئه بتاعتها هي الانهار الجاريه، تعشش البيض في على شواطئ الانهار الجاريه دي، وما فيش حل لها الا الرش، والرش ما بيجيبش نتيجه، لان الذبابه اصبحت لها ربه مقاومة للمبيدات والحاجات دي، فبقى تأثيرها محدود. وبعدين لو انت حاولت تعالج المريض عشان تموت الدود اللي في جسمه، يا هيمرض اكتر، لان هي المرض سببه موت الديدان. البلهارسيا دي بقى مشكلة احنا عارفينها في مصر فظيعة، في مناطق تكاد تكون 90%
وسبب هذا الترعة، واللي شايفينه ده هو الطور المعدي أو السركاريا بتخش الجلد وتوصل للكبد. هي دلوقتي الديدان جوه أوردة الكبد، تعيش 40 سنة في أوردة الكبد، ومن وقت والتاني تنزل للمثانة وللمصارين عشان تبيض، وبعدين البيض بيخرق جدران المثانة ويخرق جدران لأنه البيضة لها شوكة كده، وتخرق جدران المصارين وتنزل، وبالتالي تعمل دم، تنزل دم، وفي نفس الوقت تعمل التهابات شديدة في جدران المثانة وجدران المصارين. وطبعا مهما اتعالج الولد لكن اللي رجع، ما دام رجع للميه تاني ونط النطه دي هتيجي له السركاريا برضه تخش في جلده. لما بيجي السركاريا دي في الواقع اهي البيضه، بيضه البلهارسه، ويطلع منها الميراسيديم ده، وبعدين الميراسيديم يدور على قوقع يعشش فيه، يخش في القوقع ده ويتطور الى طور اخر اللي هو السركاريا. فبيعدي على مرحلتين، طفيل البلهارسي بيعدي على مرحله جوه قوقع ومرحله ثانيه يطلع من القوقع، من قوقع السركاريا. دي السركاريا دي اللي بتطور المعدي للانسان. شوفوا كميه السركاريا اللي طالعه من القوقع الواحد، شوفوا الضباب ده كله من السركريات، والولاد عمالين يسحموا ويلعبوا، لكن طبعا الولد بيهرش، او الهرشه دي معناها في خرق سركريا، خرق جلده. الحل حكايه ان احنا نموت القواقع بمبيدات الموبلوسكيسايدز والحاجات دي، بتبقى تاثيرها محدود، لان لو فلت مننا قوقع واحد اكننا ما عملناش حاجه. فالحل هو ان العيان ياخد الكام قرص وفعلا بيبقى بيخف، لكن المصيبه لو رجع تاني للترعه او للميه او الحاجات دي هياخد عدوى تانيه، فهي مشكله. حلها في النهايه حبه وعي، حبه نظافه، حنفيه في البيت، حتى بلاش حنفيه عامه حتى في الشارع. مرض النوم اللي احنا شايفينه ده هو تريبانوسوم اللي في وسط الكرات بيصيب البني ادمين بالنوم، ويصيب المواشي يموتها خالص، قاتل للمواشي. وبالتالي هو بيهدد الثروه الحيوانيه بالنسبه لافريقيا تماما تماما. ومن عجائب هذا المرض ان هو هنا ذبابه التسيتسي، شوف مليانه دم ازاي، في اللدغه الواحده تعبي بمقدار وزنها دم، كل يومين ثلاثه تاخد تعمل لدغه واحده، تعمل لها لدغة، والواحدة الذبابة الواحدة بتموت لها 50 بقرة. بالحل اللي كانوا يستعملوه هو الرش، وطبعا هترش ايه ولا ايه ولا ايه، ده غابة يعني، عملية مكلفة جدا وعاوزة تنظيم فظيع، بحيث انك ما تسيبش شجرة ما ترشهاش. وبرضه بتيجي مسألة مقاومة الحشرات للمبيد، فيبقى تأثيرها محدود. وبعدين التريبانوسوم بيلجأ لحاجة غريبة، أو إن هو بيخش في الفيلة، بيصيب الفيلة والنمور والأسود لكن ما يموتهاش، وبالتالي تبقى مخازن، تتحول إلى مخازن كل الحيوانات المفترسة دي. لا، ما بيموتهاش التريبانوسوم، ما يقدرش عليها، لكن بتبقى مخازن للمرض. ده مرض الفيل بيسببه الفيلاريا، مرض النوم، ومرض البلهارسيا، ومرض الملاريا، كل دي طفيليات. الملاريا مرض حاد وشديد، الطفيل بينقله البعوضة أنوفيلس، وفي أنواع مختلفة من البعوض وأنواع مختلفة من الملاريات، الحاد والخبيث والمزمن. واللي بيحصل ان الطفيل بيخش في الكره الدمويه يفجرها. مرض اصبح دلوقتي مستوطن في افريقيا، من الامراض الوبائيه المتوطنه. الحل حكايه الرش لقتل البعوض في البيوت،
وبنرجع نقول برضو ممكن البعوض يربي مقاومة للرش. وبعدين المشكلة التانية ان الطفيل ربى مقاومة للكينة للأقراص، حتى الأقراص دلوقتي ما بقتش لها تأثير، كل مشتقات الكينة اللي كانت بتعالج زمان ما بقتش لها تأثير، وده نتيجة الإسراف في استعمال الكينة في أيام حرب فيتنام. فطلع سلالات من الطفيل مقاومة للكينة ومشتقاته. الحل الأخير هو التطعيم. التطعيم ده أداة عظيمة جدا في الأمراض. ده تطعيم ضد الجدري. استطعنا ان احنا نتغلب على الجدري تماما، وسنه 1979 احتفلت هيئه الصحه العالميه بالقضاء على الجدري. شوفوا الجدري هذا المنظر انتهى، ما عادش حد يشوفه ابدا. مرض رهيب الجدري، وكان من الامراض الرهيبه، انتهت من العالم تماما، واستطعنا التغلب عليها بالتطعيم. والتطعيم مجرد ان انا ابقى ادخل ميكروب او جزء من الميكروب فيعمل مناعه، يبقى الجسم مستعد لو جاله عدوى على طول يخلص على الميكروب عن طريق الأجسام المضادة. ودلوقتي جيل جديد من الكيماويين والأطباء تخصصوا في مسألة صناعة الطعوم. دلوقتي صناعة الطعوم بيعملوها بالهندسة الوراثية. كان زمان ياخدوا الميكروب كله وبعدين ايه يعملوا له نوع من الايه اضعاف كده قبل ما يستعملوه عشان يحطوه في الجسم. دلوقتي ما يعملوش الحكاية دي، بياخدوا جزء من الميكروب، هو يكفي قوي ياخدوا الكسوة الخارجية بتاع الميكروب، في ده ياخد الميكروب نفسه. شوفوا التطعيم سهل قد ايه، واصبحت المساله مجرد قائمه بعد الطعوم الطفل ياخدها وهو صغير، الدفتيريا والتطعيم ضد التطعيم ده هيعمل اجسام مقاومه، اجسام المضاده. الاجسام المضاده تمسك الميكروب زي ما احنا شايفينه، الميكروب مش قادر يتحرك عشان الاجسام المضاده حوطته شلته، تلاقي حواليه حاجات كده زي الدبابيس، هي دي الأجسام المضادة، وبعد كده يموت. ازاي نصنع الأجسام المضادة دي؟ احنا ان احنا ندخل في جسم العيان جزء من الميكروب فيعمل على طول تفاعل مناعي. دي اللي شايفينها دي هي الكسوة الجزيئية للميكروب من بره. المطلوب بقى ان احنا ياخدوا حتة من الكسوة دي بس، مش لازم الميكروب. كان زمان ياخدوا الميكروب كله، دلوقتي ياخدوا حته من الكسوه دي. اهو الميكروب ده فيه حواليه كسوه، الجسم بيتعرف عليه عن طريق الكسوه دي، فاذا ناخد حته من الكسوه كفايه. دلوقتي بيعملوها بالهندسه الوراثيه. يقول لك ايه؟ ادي الكسوه دي لها خصائص، كل ميكروب له شكل. الأجسام المضادة تيجي متفصلة بالظبط على قد الكسوة وتضاريس الكسوة وتلبس فيها بالشكل ده فيتشل الميكروب. لكن الجسم بيهندس لكل ميكروب جسم مضاد بالظبط، صاروخ بالظبط قده، ويخش فيه عاشق ومعشوق كده. فكل المطلوب انك انت تقدم للجسم نموذج صغير من هذه الكسوة عشان الجسم يفصل الايه؟ الاجسام المضاده المطلوب، وبعدين لو حصلت اي عدوى بعد كده فورا تيجي الاجسام المضاده تشيل الميكروب. بيعملوا الحكايه دي ازاي دلوقتي؟ بالهندسه الوراثيه، بانهم ياخدوا الشريط الوراثي اهو، الشريط الوراثي اهو، وبعدين يزرعوا ياخدوا من الشريط الوراثي الجينات، كل واحده من دول جينه، فياخدوا الجينات دي يزرعوها في بكتيريا. بعد ما تتزرع البكتيريا نفسها هتبتدي تصنع الكسوة دي بقى. شوف يركبوا الجينات جوه البكتيريا ويعملوا مزرعة بكتيريا. هذه البكتيريا لما هتتكاثر هتبتدي تصنع لنا فتافيت من هذه الكسوة. اهي دلوقتي البكتيريا بتتكاثر 2 4 8 16 الى اخره، شوف بقى التكاثر قد ايه، وفي نفس الوقت عماله بتصنع ايه؟ الكسوه اللي احنا بندور عليه.
يعني اكننا مش بنقطع حته من كسوه الميكروب، لا لا، بتتزرع، كلها عمليات زرع، عمليات هندسه وراثيه. وبعد كده بناخد من المزارع، ندور دي كل دي مزارع، نشوف اني مزرعه هي اللي هتدينا الفعل المناعي. لقينا المزرعه دي، يبقى ده دليل على ان في هذه المزرعه اتصنع هذا الجزء المطلوب من كسوه الميكروب. طبعا العمليه في الكلام صعبه، لكن في الواقع سهله. هنا بيفعصوا الميكروب، لما بيفعصوه يطلع الشريط الوراثي. عمليه سهله قوي. عمليه الفعص دي تؤدي الى خروج الشريط الوراثي، ياخدوا الشريط الوراثي اللي هو اتفتفت وبقى عباره عن جينات، ياخدوه كده ببيبيت، وبعدين يضيفوه لهذه المزرعه اللي احنا شايفينها. وبعد كده هذه المزرعه هتتكاثر، يشيلوها في الفريزر، وبعد كده يختبروا كل المزارع دي مزرعه 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 مزرعه، يشوفوا اي مزرعه اتربى فيها الجزء المطلوب. شغلانه طبعا بسيطه، ولو ان الكلام فيها كلام كبير مكلكع يعني. شوفوا ده السركريا، السركريا ده وهو اول ما يخش جوه بيوصل للكبد، وبعدين بعد نص ساعة يكون وصل للكبد، فلازم الفرصة هي نص ساعة دي. قدامنا نص ساعة لبل ما السركريا يخش من الجلد يوصل للكبد. لازم، لأن في الكبد بيبتدي الدود بتاع البلهارسي هيعمل حاجة غريبة قوي، يحوط نفسه ببروتينات الكبد، يعني يلبس عباية، يلبس عباية جوه. شوف هو جوه الكبد دلوقتي، يقوم يلتحف بعباية من مادة الكبد نفسها، فالجسم ما يعرفوش، يستخفي بقى خلاص. نفس الحكاية في التريبانوسوم. التريبانوسوم له طريقة غريبة جدا في مقاومة الأجسام المضادة، إن هو يغير كسوته. فبعد ما أنت ما تعمل وتصنف فاكسين تمام قد زي دي بالظبط، يجي تبص يجي أول ما يجي الجسم المضاد، الله، يروح مغير الكسوة بتاعته. حاجة غريبة قوي. شوف جاي ازاي عليه، يروح مغير الكسوه اللي يضحك عليه. حاجه دي نفس الحكايه في الانفلونزا برضه، يعمل الحكايه دي اللي بيسموها شيفتنج جينز، يعني شيفتنج انتيجنز، يسموها شيفتنج انتيجنز، اللي هي ده التريبانوسوم. وفي الليشمانيا، الليشمانيا ده اغرب ميكروب، الليشمانيا ده يخش في الخليه اللي جايه تقتله، اهي دي الخليه جايه تقتله، وبعدين يلتحف بجلبيه من الماده بتاع الخليه، فالخليه ما تشوفوش. اساليب غريبه جدا من التماكر. الديدان بتعيش في الامعاء محميه بالحمايه الموجوده في الامعاء، لان الامعاء نفسها محميه من الجهاز المناعي، فما فيش حاجه تقدر توصل لها. في طريقه جديده الميكروبات بتعملها، تعمل صواريخ كيميائيه ضد الاجسام المضاده فتخلص عليه. حاجه غريبه جدا. دول الافارقه الغلابه في غرب افريقيا، وعايشين في جو موبوء. وده الراجل الاعمى ده مصاب بالانكوسيركا وصلت لعينه. دي الانكوسيركا دي الام، ودي الولده الولاد الصغيرين. لما بتخش الدوده الام دي في الجسم بتولد بقى الولده دي بملايين، تبقى تحت الجلد، ودول بيعيشوا سنتين ويموتوا. ولما يموتوا في الجسم يعملوا الفعل الالرجي الفظيع ده والهرش والحاجات دي. فالفكره عشان نعالج، لو ادينا علاج يموت الدود العيان يضيع، لان بالعكس ده مشكله، هي لما بتموت الدوده بتعمل الهرش وده كله. فالحل ان احنا نموت الام وما نموتش الولاد، فمش عارفين يوصلوا الحل، مش عارفين يوصلوا الحل الا انهم يحاربوا الذبابه اللي هي سيموليا دمنوزم بالرش. لكن مفيش نوع من لوحظ في الاطفال انهم لما ياخدوا ملاريا بيخفهم، عندهم مقاومه للملاريا دي في الاطفال، لكن الكبار بيروحوا فيها. دلوقتي بيحاولوا يعملوا تطعيم طعم ضد الملاريا، ياخدوهم من البعوض نفسه. أو ممكن ياخدوه من الميروزويت اللي بيجي في الدم،
لأن في ثلاث مراحل في الملاريا، السركاريا وبعدين الميروزويت وبعدين الجامايت، ثلاث أطوار المفروض يحاولوا ياخدوا منها الطعم. فحاولوا مع السركاريا وحاولوا مع الميروزويت وحاولوا مع الجامايت وجربوا على القرود. يعني المشكلة في القرود إن هو بتنفع بشرط إنهم يضيفوا مادة سامة، ودي ما تنفعش مع الإنسان. احنا قلنا بيستعملوا نفس الطريقة بالهندسة الوراثية، هيطلعوا هيزرعوا حتة من الكسوة اللي هو المطلوبة في إثارة المناعة بنفس الطريقة، يعني ياخدوا الميكروب. ولكن المشكلة ان مين يصرف على الأبحاث دي كلها؟ هيئة الصحة العالمية ما عندهاش فلوس تغطي عشان تحمي العالم كله من ال، وما فيش شركة تغامر علشان مين؟ ما الفلاحين مع الأفارقة الغلابة دول ما معهوش مليم يشتروا. وبعدين البحوث وإنتاج الحاجات دي كلها بتتكلف تكاليف ضخمة جدا. شوفوا هنا ماسكين البعوض ومطلعوا من الغدد بتاعته يطلعوا ال، سبوروزويت هو الطفيل اللي بيطلع من الملاريا، الطفيل بتاع اللي بيطلع من البعوض اسمه سبوروزويت. البعوضة دي هتنقل للجسم السبوروزويت ده اللي هو الطور الأول المعدي. لكن لازم عندنا نص ساعة فقط علشان نستعمل الطعم، لأن بعد نص ساعة السبوروزويت يخش في الكبد ويبقى محمي. لما يوصل للكبد ما يقدرش الجهاز المناعي، ما يقدرش الطعم يوصل له. فقدامنا نص ساعة بس ما بين رحلة السبوروزويت من الجلد للكبد. الشركات وجدت اسهل عندها انها تعمل طعوم للمواشي، لان اصحاب شركات اللحوم عندهم استعداد يدفعوا، فعملوا الطعم الشهير بتاع الدوده الرئويه في البقر، وطعم ناجح جدا، ويعني كلفوه ملايين ويكسبوا مليارات. لان في صاحب شركه يتهموا البضاعه بتاعته، انما الافارقه غلابه بضاعه غير مرغوب فيها. هنا البقرة مريضة بالدودة الرئوية، وهنشوف نخش في الرئة دلوقتي ونخش في الشعب، هتشوفوا الدودة الرئوية متعلقة عنائيد جوه 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 في الشعب الجواني خالص، هتلاقي عنائيد من الدود، والدودة يجي لها سعاء، البقرة يجي لها سعاء فظيع ممكن يقضي عليها. اهو شوفوا العنائيد دي كلها عنائيد في المجاري التنفسية اللي جوه خالص صغيرة. لكن الطعم اللي عملوه طعم فعال جدا زي تطعيم الجدري على طول، البقرة يجي لها وقاية ما تمرضش بيه. مين يا ترى هيدفع للبني ادمين عشان الشركات تعتني وتعمل تطعيم الملاريا وتصرف عليه؟ للأسف المواشي بضاعة أروج، مأساة، هي مأساة فعلا. افريقيا شوف كل دول، ده البلهارسيا وده السركاريا اللي حكينا عنه. ده السركاريا ده انواع غريبه من الطفيليات
ولها وسائل في المكر والتحايل عجيب جدا، لغاية دلوقتي ما زالت بتهزم ذكاء الإنسان وأساليب مقاومته. دي الدودة الخنزيرية، دي الدودة الشريطية الخنزيرية، شوف الشفاطات بتاعتها وشوف الخناجر اللي فوق دي بتكلبش في الأمعاء. هو الحقيقة استوقف نظرنا في الحلقة دي الأساليب اللي بتستعملها الدودة واللي بيستعملها الطفيل عشان يتغلب على وسائل الإنسان وعلى أساليب المقاومة اللي بيعملها. حكاية الطفيل التريبانوسوم وإزاي إن هو يغير كسوته بعد ما الجسم يربي مقاومة ضد الفورمة بتاع جسمه ويبعت الجسم المضاد، يفاجأ الجسم المضاد بأن التريبانوسوم غير الكسوة بتاعته. أو مثلا الميكروب اللي هو بيعمل صواريخ كيميائية تدوب الجسم المضاد، أو طفيل الليشمانيا اللي هو لما تهجم عليه الخلية اللي هتاكله فيقوم يخش فيها فعلا لكن يلتحف بمادة منها فما يبانش، بالنسبة لها يبقى كأنه حتة من جسمها. أو الديدان البلهارسيا نفسها اللي بتعيش 40 سنة في أوردة الكبد والكبد مش شايفها، ومش ليه؟ لأن هي متغطية بعباية، متغطية ملتحفة بعباية من مادة بروتينات الكبد نفسها. حاجة غريبة زي مثلا حرامي اللي داخل في الخيمة بتاع السيرك عشان يسرق فيقوم يدهن وشه سبيداج زي البهلوان فيتهيقولوا ان هو ده واحد منهم، واحد منهم. نفس الحكاية اللي بيعملها الطفيليات العجيبة دي. او ان مثلا طفيل مرض النوم لما بيصيب الحيوانات المفترسة زي الفيلة والنمور والاسود ولا تموتش يقعد فيها يتكاثر فيها وتبقى مخازن، تبقى مخازن للميكروب. زي تمام حكاية ازاي برضو الخنازير بتبقى مخازن للإنفلونزا، بين وباء والتاني الفيروس بيخزن في الخنازير. وفي الواقع ايضا حاجة غريبة قوي ان ربنا بيديها اساليب دفاعية علشان تقاوم الفناء اللي هو حرب الفناء اللي بيعلنها الإنسان عن طريق إيه بقى؟ إن ربنا يبارك في نسلها، نسل فظيع. دودة الأسكارس الواحدة تخلف لها مليون، هذا المليون نفرض إنه تعرض لأي ظروف جفاف مش عارف إيه، يعني مهما كان استعملت كل وسائل الحرب على مليون لازم هيفضل من المليون ده ولو 100 ولو 1000 فيستمر نسل الدود. طبعا واضح ان ربنا ما خلقش الحاجات دي للفناء وفي النهاية خلقها الحكمة. ليه؟ لان هي اساليب للفرز. ما هتفرز النظيف من القذر ازاي؟ نوع من فرز البني ادمين ونوع من التربية. يعني اللي مش عاوز يتعلم النظافة نعلمه النظافة، وهي كده هيموت. واضح جدا ان سنة ربنا سبحانه وتعالى ان هي الكون مسلط بعضه على بعض، وقلنا حكينا ازاي انها في القرآن واضحة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. في آية ثانية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني السنة الإلهية أن يسلط الناس بعضهم على بعض، وإن إذا ظهر جبار ربنا بيضربه بجبار زيه وبذلك يحمي الباقي إنهم يلاقوا مظلة يضللوا فيها. وفي نفس الوقت ربنا بيستفز الضعفاء، يستفز حيوياتهم لأن هم الضعيف أقرب ما يكون للكسل والنوم.
فلا ربنا يستفزه بقى بجيوش الطفيليات والحشرات اصحى استفزاز للحيوية وللمواهب الكامنة اللي عند الإنسان. ما كانش ممكن استفزازها إلا بالشك ده لازم، وإلا الحيوية تهبط. لأنهم حتى في أفريقيا الكسل يعني موجود وفرة. ومنين كان هيجي العلم ده كله والمعارف دي لولا التحدي؟ لأن الإنسان دخل في معركة فطلع كل العلوم دي والكيماويات والطعوم والمش عارف العقاقير والفارماكولوجي العلوم دي طلعت منين؟ طلعت من معركة، من حرب. البنسلين والستريبتومايسين والأكروميسين والأوريومايسين طلعت من الحروب برضه، الحرب العالمية الثانية طلعت الحاجات دي. فالعلم والمعرفة بيطلع من الإنسان من خلال معارك. ده وصلت به الأمر، لأن دي سنة عامة حتى الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. حتى الأنبياء ربنا جعل لهم أعداء، نفس الحكاية. يعني عشان استفزاز وإخراج أحسن ما فيك. هيطلع ربنا أحسن ما فيك إزاي إلا لو دخلك في معركة واحتشدت انت بكل ما تملك. فده بتنطبق على كل الناس بدءا من اعلى الناس اللي هم الانبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجن والانس. لم يعفى الانبياء، وبالتالي كيف يعفى اي انسان؟ لان دي سنة عام. ان تحسين تقدم المعارف وتحسن السلالات بيجي من خلال المعارك، لأن المعارك بتؤدي إلى الفرز. مين اللي هيعيش؟ هيعيش الناس اللي كدحهم واشتغلهم وعرقهم وفكرهم وغيرهم. بينما الصنف الكسلان السلبي بيموت. أيضا يعني هي فرز أخلاقي برضه. المتنبي الشاعر بيقول لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود وفقروا والإقدام قد تالوا. المشقات بتفرز الناس. نفس الحكاية برضو هنا، واضح جدا ان احنا قدرنا نفرز انواع التجار باشكالهم. فالتاجر اللي هو يقول لك يا عم انا عندي ايه، المواشي اهم، فممكن يدفع عشان المواشي عشان ينقذ المواشي بتاعته، لكن مش مستعد يدفع عشان ينقذ اخوه. ثم ده برضه حاجه يعني. ايضا ان ربنا لما ادى بعضنا الذكاء كان في خطته ومراده ان هذا الشخص اللي ربنا انعم عليه لازم يستعمل ذكائه عشان الغبي، عشان يفيد الغبي المحروم. وكذلك الغني يفيد الفقير. فهي نعمة مشروطة، لازم تزكي عن النعمة دي. انت تتصدق ببعض ذكائك عشان تحمي الأغبياء وتفطنهم وتعلمهم. فبرضه هي نوع من الفرز الخلقي للناس. لكن في النهاية رغم ان الصورة مؤلمة جدا، يعني يا سلام، يقول يا ربنا يرمي كل جيوش الديدان على الضعفاء الغلابة. يعني الصورة شكلها مؤلم وقاسي، لكن الحكاية ان ربنا سهل الوقاية، سهل الشفاء والوقاية من هذه الأمراض تسهيل غريب جدا. لأن كل المطلوب النظافة، بالرغم ان الصورة قاتمة وبشعة، لكن هذه المجموعة من الطفيليات والديدان ممكن الوقاية منها بطريقة بسيطة جدا، 3-4 كلمات: النظافة، غسيل الخضروات، مقاومة الحشرات، عدم النزول للترع أو عدم التبول في الماء الجاري، أو وجود دورة مياه في البيت، أو وجود حنفية في كل شقة. ألف به بسيطة خالص، بالرغم أن المشكلة بشعة، لكن حلها 3-4 كلمات. يعني من الحاجات الملفتة النظر أن الدين الإسلامي اللي هو الدين الخاتم اهتم بنقطة النظافة واتكلم عنها مباشرة. يعني يقول وثيابك فطهر، أو مثلا في الحديث النبوي الشريف
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء ثم يتوضأ منه، أو مثلا يقول اتقوا الملاعن الثلاث، التبرز في الماء وفي الظل وفي طريق الناس. عمر ما في نبي يتكلم بشكل مباشر في حاجة زي كده. لكن الحقيقة ربنا كان عارف ان الإسلام هيخش أفريقيا، وربنا عالم الأفارقة دول ايه، فعشان كده جت إشارات للنظافة، إشارات مباشرة. وبعدين في النهاية يعني مهما كانت الصورة قاتمة ومؤلمة وقاسية، إلا أن الحل بسيط جدا، الإنسان يكون نظيف. وإذا كان ربنا عامل الحاجات دي لحكمة فرز الناس، وإن اللي ما تعلمش النظافة نعلمه النظافة، اللي ما تعلمش النظافة نعلمه النظافة بالعافية، فهي تبقى وراها حكمة، ما يبقاش مجرد هي حكاية أمراض بشعة أبدا، دي هي في النهاية بعد كل شيء في حكمة وفي نوع من العدالة وراء كل المناظر العنيفة اللي شفناها دي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله.